الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما زلنا مع حكم سيد ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه ونفعنا به، آمين. يقول سيد ابن عطاء الله السكندري: ما قادك شيء مثل الوهم، ما قادك شيء مثل الوهم. الإنسان في هذه الحياة له دوافع، وله أغراض، وله أطماع، وله طلبات يسعى إليها. من لما يستيقظ الصباح وهو في طلباته وأغراضه وأطماعه إلى أن ينام، كل الناس لها طلب، لا أحد يعيش بدون طلب، وكل يسعى لهذا الطلب. سيد ابن عطاء الله في الحكمة الماضية حدثنا وكلمنا عن أن الطلب والطمع يجعل الإنسان يتدلل لتحقيق طلبه، يعني أن الإنسان ذليل أمام طلباته وأمام رغباته، وهذه الطلبات كلها وهم، وكلها خيال، وكلها لا حقيقة لها، إلا طلب واحد: الله. مهما طلبت ومهما سعيت ومهما اجتهدت في هذه الدنيا، عند الموت تظهر الحقيقة. مجرد ما تخرج الروح من الجسد تظهر الحقيقة، وترى بعين البصيرة الحقيقة التي لأجلها خلقت، وهي الله. فمباشرة عند خروج الروح، الطلب الأول الذي تطلبه هو أن يعيدك الله إلى الحياة حتى تعمل صالحا، والعمل الصالح هو الذي المقصود به الله، العمل الخالص لوجه الله الموافق لشريعة الله، هو العمل الذي تريد أن تعود إلى الدنيا حتى تعمله، وترى حياتك كلها قد قضيتها للا شيء، لعب ولهو وتكاثر وتفاخر، كله تراه وهما وخيال، وأنك ضيعت حياتك لأجل لا شيء، خيال ووهم. سيد ابن عطاء الله السكندري هنا يقول الوهم، يسمي هذا بالوهم، وهي بداية الخيال، يعني حتى ليس بخيال، بداية التخيل. وهم شيء ليس له أي نسبة من الحقيقة. فعند الموت تظهر لك هذه الحقيقة، وتكشف لك هذه الحقيقة، فتقول: ضيعت حياتي، يا ليتني عملت صالحا،
يا ليتني طلبت الله، يا ليتني عبدت ربي، يا ليت طلبي كان الله. هذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه المشهور: إن أصدق ما قال الشاعر لقول لبيد. أصدق ما قال الشعراء، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا البيت الذي قاله الشاعر لبيد، قال: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كل شيء سوى الله فهو باطل، يعني لا وجود له، أو وهم كما سماه ابن عطاء الله السكندري. وهنا سيد ابن عطاء الله يقول: ما قادك شيء مثل الوهم، يعني حياتك كلها وهم، تستيقظ تريد أن تعمل، تريد أن تشتغل لكسب المال، لتأكل، لتعيش، لتشرب، لتتزوج، لتعلم الأولاد، لكل هذه الأمور كلها وهم وخيال. والله سبحانه وتعالى من محبته في خلقه دائما يريهم عيانا في الحياة الدنيا، يريهم أن طلباتهم وهم، وليس هنالك شيء يستأهل أن يعمل الإنسان لأجله إن لم يكن فيه الله. يكون طلبك المال، ثم لما تكسب المال وتأخذ المال ترى بأنه لا شيء ولم يأتك بشيء، وأنك عملت واجتهدت، فلما أصبح الشيء بين يديك تزهد فيه وتقول: هذا ليس طلبي. تقول: يجب أن يكون عندي أولاد، فتربي وتتعب، آخر شيء الأولاد يعطونك ظهرهم ويتركونك ويعقونك وترى بعينك أن الجهد الذي بذلته لأجل أولادك لا يستأهل، كله كان وهم وخيال. لهذا كلما تقدم العمر بالإنسان كلما خاب أمله وخاب ظنه في الأشياء التي كان يكدح لأجلها. أصبح عنده مال كما طلب، أصابه الله بمرض، لا يستطيع أن يأكل ما يشاء، لا يستطيع أن يتحرك، عنده أمراض وأوجاع، فيصبح المال بين يديه لكنه لا يستطيع أن يتمتع بماله. يكون يحب ولده فيموت ولده، يموت ولده بين يديه، فالله سبحانه وتعالى يريه في حياته أنه كان يركض وراء سراب ووراء وهم. وهذا دائما دائما الحياة هكذا، الله سبحانه وتعالى يبعث لنا رسائل يقول فيها: لا تركضوا ولا تنقادوا لشيء، فكل ما تنقادون إليه وهم وخيال، وإنما اطلبوني، عبدي خلقتك لأجلي، فلا تتعب، فلا تلعب، خلقت الأشياء لأجلك فلا تتعب، وخلقتك لأجلي فلا تلعب. فالله سبحانه وتعالى يبعث لنا طول حياتنا رسائل حتى نستيقظ من سباتنا ونعود إلى الله. فسيد ابن عطاء الله يقول: ما قادك شيء مثل الوهم. وهنا استعمل كلمة قادك، وقاد تستعمل للبهائم، البهيمة لما تأخذها بالحبل وتجرها يمينا وشمالا كما شئت، تأخذها وهي تنقاد لك، فاستعمل كلمة قادك شيء، يعني أنك تنقاد كالأعمى الذي لا يرى ولا يعلم، لأن الحقيقة الوحيدة التي لأجلها خلقت هي الله. وخير ما قلته وقاله النبيون قبلي: لا إله إلا الله. فإذا الأنبياء والأولياء
إنما جعلهم الله ليدعوا الخلق إلى الله ويردوهم عن أوهامهم وخيالهم حتى يعودوا إلى الحقيقة الوحيدة الله. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع فاني ومتاع خيالي لا حقيقة له. تتعب وتركض وتعطي وتضحي لأجل لا شيء، وهم وخراب. والله سبحانه وتعالى يقول في الآية: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك إلا وجهه، إلا وجه الله. إذن الموجود في الحقيقة هو الله، والموجود بذاته هو الله، والباقي كله خيال ووهم. لهذا الله سبحانه وتعالى يبعث الرسل ويبعث العلماء ويبعث الأولياء ويبعث الصالحين حتى يجذبوا قلوب الخلق وميول الخلق من الوهم والخيال إلى الحقيقة العظمى الله. هذا دور الأنبياء والأولياء، هو أن يردوا ويجذبوا قلوب الخلق الهاربة عن حضرة الله. لهذا الله سبحانه وتعالى يسمي الغافل بالهارب، بالهارب، هارب مشغول ويركض وراء طلباته ووهمه وخياله، فينسى الله ويهرب، فيأتي النبي ويأتي الولي فيذكره بالله ويعلمه دين الله ويزرع في قلبه محبة الله، فيعود إلى حضرة الله ذكرا ومحبة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: من رد إلي هاربا كتبته عندي جهبزا. من رد إلي، يعني إلى حضيرتي، هاربا، كان هاربا مشغولا بالأهواء وبالأوهام، ورده إلي، من رد إلي هاربا. والله سبحانه وتعالى يعتبر الخلق كأنهم يجب كلهم أن يكونوا في حضيرته، يهربون من حضرة الله بالغفلة، فيأتي النبي أو الولي فيرد العبد إلى حضرة الله وإلى حضيرة الله، هذا العبد الهارب. قال: من رد إلي هاربا كتبته عندي جهبزا. ومن كتبته عندي جهبزا لا أعذبه أبدا، أبدا لا أعذبه، لا يذوق ولا يشم ولا يرى العذاب. لماذا؟ لأنه رد إلي هاربا. الهارب هو الذي كان يعيش في الأوهام وفي الغفلات، ويظن أن هذه تنفعني وفلان يضرني وهذا يعطيني وهذا يمنعني وهذا كذا، يعني له آلهة كثيرة، ثم ترده إلى حضرة الله ذكرا ومحبة. فهذا الذي ترده إلى حضرة الله، الله سبحانه وتعالى يكتبك لأجله جهبزا. جهبزا يعني من العظام، من العظام، من عظام الخلق، لأنه رد رجلا هاربا. فكيف لو رد عشرة؟ فكيف لو رد مئة؟ فكيف لو رد ألفا؟ ما يكون قدره عند الله. ماذا فعل؟ ما هو عمله؟ أخرج الناس من الوهم إلى الحقيقة. فسيد بن عطاء الأسد السكندري: ما قادك شيء، ما قادك شيء مثل الوهم. يعني حياتك كلها من الصباح إلى المساء يقودك وهم وخيال، سأفعل هذه وهذه،
كل من جالسته جيد الصوت، أن الصوت جيد. طيب، كل من جالسته ولم يذكرك بالله ولم يحببك في الله فهذا عدو لك، هذا عدو أخرجك من حضرة الله وأدخلك في حضرة الغفلة، فهذا عدو لك مهما كان، ولو كان أخوك أبوك أو ابنك فهو عدو لك، كما قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: قل أرأيتم ما تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. كلهم أعداء، كلهم أعداء لي إلا رب العالمين الذي خلقني، الذي خلقني فهو يهدين. يعني لا طمع لي إلا في الله، لا طمع لي إلا في حضرة الله حتى أخرج من ظلام الغفلة، عفوا غير هذا أمر، لا إله إلا الله. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. كلهم أعداء لك إلا من يردك إلى الله. لهذا الإنسان في الحياة يجب أن ينتبه، ولو كان شيخ، ولو كان شيخ، هنالك من يدلك على شرع الله، وهنالك من يدلك على الله، هنالك من تجالسه من العلماء فيعلمك شرع الله، وهذا شيء جيد، جيد جميل، يقول لك هذا حلال وهذا حرام، وهذا يجب أن تفعله وهذا يجب أن لا تفعله، هذا شيء جيد. لكن الأحسن أن يدلك على الله. من دلك على العمل كما قالوا فقد أتعبك، من دلك على العمل فقد أتعبك، ومن دلك على الله فقد أراحك، أراحك لأنه دلك على الحقيقة الله. لهذا حتى المريد يأتي إلى الشيخ للسلوك، هنالك من يأتي إلى الشيخ فالشيخ يكلمه عن الأحوال وعن الأنوار وعن قضاء الحوائج، إذا أتيت إلى ذكر الله وأخذت ذكر الله وأخذت الورد، فهذا وإن دلك على ذكر الله لكن جعل لك في ذكر الله طمعا ثانيا، ودلك على مخلوق ولم يدلك على الله ولو بذكر الله. أما الذي يدلك، الذي ينصحك، هو الذي يدلك على الله ويجعل طلبك الله، ولا يجعلك تطمع في فاني، في فاني من قضاء حوائج، من أنوار، من أحوال، كلها تجعلها أمامك وتنشغل بها عن الله، فيكون قد دلك على غير الله بذكر الله. لهذا ذكرنا وشعار الذكر: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. تذكر الله لله لا لطلب، أذكرك لله. اذكروا الله يا إخواني ذكر العبيد، ذكر العبيد. لماذا تذكر الله؟ أنا عبده، سيدي أمرني بالذكر فأنا أذكره. ما هو طلبك؟ ليس لي طلب إلا الامتثال لسيدي. هذا يا إخواني الذي يذكر الله بهذا الحال وبهذه النية، هذا يطوي المسافات والمقامات. والذاكر لله كما قال أولياء الله سفاف، لو رأى الجنة ولو رأى العرش ولو رأى السماوات والملكوت لا شيء يوقفه إلا وجه الله.
لا يقنع إلا بالنظر إلى وجه الله، وأن إلى ربك المنتهى. المنتهى هو الله، والطلب هو الله، وليس لنا طلب في دين الله وفي طريق الله إلا الله. أما الباقي فكله وهم، وهم. لهذا يا إخواني ذكر الله، ونذكر من حولنا، نذكر أنفسنا ونذكر من حولنا، نعلم ذكر الله لا فقط بالمسبحة، يعني نقول الله الله، ولكن نعلم الناس ذكر الله في كلامنا، يعني افعل هذا ليستقيم لك هذا، افعل هذا السبب، افعل هذا السبب حتى تنجح في هذه الأمر، يا ابني أدرس، يا ابني احفظ دروسك لكي تنجح في الامتحان، ولا يكون اعتمادك على حفظك، وإن الاعتماد على الله. اعمل السبب، لكن لا تنظر إلى السبب، ولكن اعتمد على الله، ولا تفعل شيئا لأجل طلب ثاني، وإنما افعله لله. لا تفعل ولا تقوم بعمل لأجل هدف ثاني، واجعل هدفك الله ورضا الله. هذا هو الذكر. الذكر ليس فقط بالمسبحة الله الله، ولكن في حياة كل يوم، في حياتنا اليومية مع بعضنا، مع أنفسنا. وأنت في الصباح خارج إلى العمل، خارج إلى العمل، والركض في العمل والسعي في العمل كله غفلة. لهذا مجرد ما تخرج أنوي النية، يا رب أنا خرجت امتثالا لأمرك. الله سبحانه وتعالى قال لك فاسعوا في مناكبها وكلوا من رزقه. يا رب امتثالا لأمرك، طلبت مني أن أسعى لآكل من رزق الله، فأنا خارج امتثالا لأمرك طلبا لوجهك. اجعلها نية لك، فيكون عملك وركضك في النهار كله لله، كله لله. وإن أردت أن تنام، أن تنام، قل يا رب نويت أن أرتاح تقويا على طاعة الله، حتى أستيقظ متنشط لطاعة الله ولعبادة الله. تريد أن تأكل، نويت الأكل تقويا على طاعة الله، حتى أقوي جسدي لأطيع الله سبحانه وتعالى. اجعلوا الله، علموا الناس كلمة الله، اجعلوا كلمة الله في كل حياتكم وفي كل أهداف أعمالكم، دائما الله الله، حتى تصبح ثقافتنا وكلامنا الله. ليس لنا كلام عادي، إنما دائما ذكر بالله، ولا تذكر بالله إلا إذا أنت ذكرت الله. لهذا يا إخواني أكثروا من ذكر الله. وصدق الله العظيم، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من ظلمات الوهم إلى نور الحقيقة، من ظلمات الطلبات الفانية إلى نور حقيقة الله. لا حقيقة في الوجود إلا الله. لهذا يا إخواني هذا الأمر يجب أن نعلمه الآن قبل أن نموت. إذا متنا وجاءت سكرة الموت سنرى هذه الحقيقة، لكن فات الأوان، ليس هنالك عمل ولا عودة، ولا عودة إلى الوراء. لهذا هذه الحقيقة يجب أن نعيش لأجلها، يجب أن نموت لأجلها، يجب أن نصرف أوقاتنا لأجلها، أن نتحرك بالله وإلى الله وطلبا لرضا الله سبحانه وتعالى. لهذا ما أصدق كلام أهل الله، ما قادك شيء مثل الوهم، يعني كأنك، يعني سامحوني على الكلمة، بهيمة عمياء لا تعرف، وراء الأوهام يمشي، ووراء الخراب والسراب، وترك الحقيقة وهي الله سبحانه وتعالى. أكثروا من ذكر الله، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح على قلوبنا وعلى بصائرنا، فنرى هذه الحقيقة في الدنيا قبل الآخرة، ونعيش لأجلها الآن قبل فوات الأوان
عند خروج أرواحنا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، وأخرجني وإياكم من ظلمات الوهم إلى أنوار الحقيقة وإلى أنوار حضرة الله. وأفضل ما قلته وقاله النبيون قبلي: لا إله إلا الله. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.